اهلا وسهلا في حلقه جديده من برنامج غرائب الدنيا. اليوم في حلقتنا رح نحكي عن اغرب الارقام القياسيه في موسوعه جينيس. موسوعه جينيس هي عباره عن كتاب بيصدر سنويا بيحتوي على ارقام قياسيه تم تحقيقها او تحطيمها من قبل اشخاص، دول، حيوانات او غيرهم، واللي بدوره هو كمان حقق رقم قياسي باعتباره الكتاب الاكثر مبيعا. موسوعة جينيس قدرت سنوياً إنها تلفت الأنظار إلها من خلال تحطيم أرقام قياسية غريبة وأحياناً بتكون مضحكة للبعض. من هاي الغرائب: أكل أكبر طائرة جوية مايكل لوتيتو، واللي معروف بأنه الرجل اللي بيأكل كل شيء: الزجاج، المعادن، الحديد، قطع السيارات وغيره. والغريب في الأمر أنه أكل طيارة جوية بشكل كامل وقعد تقريباً فيها سنتين من عام 1978 لحد عام 1980، وبهيك حقق رقم قياسي كأول آكل لطائرة جوية. أطول أظافر إيدين الأمريكي ميلفين بوز حقق الرقم القياسي كأطول أظافر رجل في العالم لسنة 2020، واللي بلغ طولها تقريباً 10 أمتار. لكن بوث مش أول شخص حقق هذا الرقم القياسي. إيانا ويليامز حطمت الرقم القياسي في سنة 2008 كأطول أظافر أنثى، واللي بلغ طولها 9 أمتار. على مدار أكثر من 20 سنة إيانا ما قصت أظافرها ولا حتى مرة. حاز البريطاني جاري تيرنر في أكتوبر 1999 على لقب صاحب أكثر جلد مطاطي. عنده جلد مطاطي له القدرة أنه يمتد لمسافة 15.8 سنتيمتر، وبحسب الأطباء أنه جاري بيعاني من مرض جلدي نادر يسبب له حدوث اضطرابات في تكوين أنسجة الجلد. في كتير من الغرائب في موسوعة جينيس بتكون انخلقت مع الأشخاص وموجودة فيهم طبيعياً، زي اللي حاز على لقب أطول يد في العالم هو سلطان كوسر، واللي بلغ طولها من المعصم حتى طرف الإصبع الأوسط 29 سنتيمتر. وكمان سبق وأنه حاز سلطان كوسر على لقب أطول رجل في العالم. سامانثا في عام 2021 حصلت على أكبر فم في العالم، واللي بيمتد لمسافة 6.52 سنتيمتر. طبعاً معروف عند النساء إنه الفم الصغير هو من علامات الجمال، لكن سامانثا قدرت إنها تكسر هاي العلامات وكمان تحطم الرقم القياسي بأكبر فم في العالم. والشعر كمان كان له نصيب في موسوعة جينيس. آشا مانديلا عمرها 60 سنة قدرت إنها تحطم الرقم القياسي كأطول شعر في العالم، وما قصت شعرها لمدار 40 سنة حتى حصلت على طول 34 متر ووزن 19 كيلوغرام. لكن الأطباء حذروا سامانثا إنه هذا ممكن يشكل خطر على صحتها، ممكن يسبب لها بورم دماغي بسبب الثقل اللي بشكله وزن الشعر على جسدها. برأيكم شو هو أغرب رقم قياسي سجل في موسوعة جينيس؟ وإذا في عندكم أرقام قياسية تانية غريبة اكتبوا لنا في التعليقات. بهيك بتكون انتهت حلقتنا اليوم من برنامج غرائب الدنيا. استنونا في حلقة جديدة وغرائب جديدة.